FM. الكلمة ليك. على سلامتكم ومرحبا بكم في المستر تيك. أعلنت وزارة البيئة والشؤون المحلية نهار الثلاثاء عن الإطلاق الرسمي لمهام الجهاز الشرطة البيئية الجديد واللي هو يمتاز بتكنولوجيا وتقنيات واضحة وعالية برشا. نحكيو اليوم على أبليكاسيون باش تساعدكم برشا أنكم تحدوا الأماكن متاع الأوساخ هذية وإلا بيان سور الحاجة اللي تهم البيئة. نحكيو على أبليكاسيون اسمها تونس النظيفة. تلقاو الأبليكاسيون هذه موجودة حاليا على البلاي ستور. وكيفاش تخدم الأبليكاسيون هذه بالنسبة للناس اللي تحب تعاون وتحب بيان سور تقف البلاد كما قال يوسف الجاد. دونك اليوم نحكيو على الابليكاسيون تونس نظيفة. اول حاجة تخطف تصويره بريمو، تخطف تصويره للمظهر متاع التلوث اللي موجود. ثانيا تختار موضوع الشكاية اللي موجود، ومن بعد تعمل تحديد الموقع الجغرافي جي بي اس اوتوماتيكمون، جوست تحل جي بي اس لوكاليزاسيون. ومن بعد كاتريمون تحط العنوان وتحديد البلدية، وخامسا تبعث الشكاية نتاعك. دونك برشا هذوما مالك شكاية الكترونية هما دي سيتاب باش تلقاهم حاضرين على معناها شوية ولا لا با دو تو، هما حاجات باش تلقاهم معناها موجودين من الاول. هي باس دوني مادام ابليكاسيون يعني سويفون 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 بدل انت لي دوني حاضرين، مش تقعد تريتي وتكتب ابار انك باش تخطف كان تصويرك هاو. ديما يهم بيان سور البلديات مثلا معناها يتم ارسال الشكاية الى قاعدة نتاع بيانات او باس دو دوني سنترال موجودة قاعدة عمليات او قاعدة عمليات، يتم توجيهها بصفة آلية الى البلديات المعنية، وثم يستقبل أعوان الشرطة البيئية القراب من الموعد الإعلام الفوري بالنسبة للشكاية. دونك أنا نجم نحكيو على الأبليكاسيون هذه اللي كنا نحكيو عليها. الخصائص نتاعها أنه يعني تعاود ثم إعداد أو إعداد نتاع برنامج يومي للتدخلات، ثم إنشاء فضاء لعون الشرطة البيئية باش يستقبل الشكايات هذوما الكل، إنشاء فضاء لعون البلدية زادة اللي باش يسهل عملية الضبط العدلي كسوا للعون ولا عبر توفير نظام بيان سور الحيني بالنسبة للباز دوني هذه الموجودة. نحكيو زادة على انه تنظيم منظومه اعلام حينيه باش تكون موجوده للمواطن ومتابعه بالنسبه للتقدم نتاع معالج الشكايه نتاعو. يعني السيد كيبعث شكايه المواطن نجم يتبع وين وصلت الشكايه هذيا. دونك يرجع له تصويره نتاع نفس البلاصه ظهر يظهر لي، يرجع له تصويره اخرى حط له بيفور وافتر ما نعرفش هيك. ولكن انا نجم نحكيو اليوم على انه في تلقاو في المنظومه هذيا الجي بي اس والجي بي ار اس اللي هما منظومه تكنولوجيه متطوره برشا اللي تخلي ممكن العون نتاع الشرطه البيئيه يخدم في احسن الظروف. دونك الحاجه الوحيده ممكن السؤال اللي تطرح، هل انه العمليات هذه الكل والباس دوني هذه كامله والابلكيشن هذه كامله باش تقضي بالحق على التلوث الموجود او تحد من التلوث؟ وهل انه اليوم مستقبل الشيكات مش باش يترصف ميم حتى في الرفوف باش يترصف مره اخرى في الباس دوني الموجودين واللي تم احداثهم؟ هذا سؤال الاجابه عليه ان شاء الله ليامات الجايه. في تصريح إذاعي ليه نهار الثلاثاء زاد كيف 13 جوان بين السيد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أنه الأسماس اللي قاعدين يوصلكم ذو طابع إشهاري اللي بيانسور يتلقاها مستعملو الهواتف الذكية الكل اللي عندهم أي ليني بيانسور هي غير قانونية تماما. نحكيو اليوم على الرسائل القصيرة الإشهارية مهم الأسماس اللي ولات ظاهرة ممكن تنرفز شوية بالنسبة للمواطن. كل يوم عنده أسماس يجي صباح قايل عشية ليل تلقى فوق تقريبا 10 اس ام اس موجودين في التليفون نتاعك او اكثر، واللي ممكن معناها الاس ام اس هذوما يدعوا الناس ويستدعوهم باش يبعثوا الاس ام اس باش يربحوا حاجه والا باش يشاركوا في حاجه وغيره من الالعاب وهذايا الكل. دونك انا نحكيو على انه الهيئه بشر اي شخص ينجم يتقدم بشكاية أو شكاية للهيئة الوطنية هذه إذا كان وسطه بيان سور نوامر هذوما يتم تتبعهم عادلين اللي قاعدين يبعثوا لكم في الاس ام اس. أبارسان نجم نحكيو على أنه المتحدث أفاد أنه من حق أي مؤسسة أو شركة استخدام أرقام الهواتف الشخصية لتوانسة دون موافقة. معناه هنا حتى حد حتى شركة ما تنجمش تتدخل، يعني أنت حتى ولو كانت تبيع على باس دوني نتاعك ما عندكش حق تستعمل نوامر هذوما إلا برضا السيد اللي باش يقبل الاس ام اس. دونك هذه حاجة. ولكن سامحني مالك، لو كان أنت تدخل بوتيك مثلا تاخذ برودوي وتعمل كارت فيداليتي باش تخلي لي كوردوني نتاعك، نتصور ما فيها باس باش يبعث لك اس ام اس يقول لك راهو فما برومو من الدات الفلاني للدات الفلاني أو فما الارتيكل الفلاني باش كونسومو كذا. حد لهنا نتصور الأمور سافا على الآخر، ولكن كيف الشركة هذه تبيع
تبيع هي الباز دو دوني نتاعها الشركات اخرين انت ما عندكش فيهم كارت فيداليتي ماكش كليون ما خذيتش من عندهم ما خليتش الكونتاكت هما يستعملوه باش يقول لك ابعث لك باش تربح المونطون الفلاني ولا لك ربحت ديجا زيد ابعث لنا سميس ولا جاوب معنا الرساله فهنا يولي فما قلق دونك لهنا هو باش يعطيك قلق مثلا هاو ثم الفيديو قاعد تصور هاك تشوف معناها انت باش جوست نغطي شويه لهنا دونك هاك تشوف من غير ما نسميه الاوبيراتور مساجاتي انا معناها مساجاتي انا يعني تلقى 87 من عرش قداش وكذا نوامر اللي قاعدين يبعثوا لي سميس وانا واحد من الناس مش عامل كارد فيديليتي معناها كهرباء وكذا مش خاص ما حتى كنكذب عليه قالوا لي بعد كهرباء شيء دونك لين نجم نحكيوا على انه السيد شوقي اكداس قالوا انه الممارسات هذه مش قانونيه وانه زاد العقوبات نتاع الافعال هذه اللي تتحيل وتعتدي على المعطيات الشخصيه تصل حتى الى السجن لمده عامين بالنسبه للناس اللي تبعث الاس ام اس هذوما حسب الفصول الجزائيه المتعلقه بالخروقات هذه. نكملوا مع شركة أو شركة اليابانية العملاقة سوني اللي كشفت في فعاليات معرض E3 العالمي المخصص بالنسبة للجيمينج والألعاب الفيديو. نحكيوا اليوم على الكشف بالنسبة أو البوند أنونس أوفيسيال وأوفيسيالمون تم اللونسمون متاع الجو متاعنا اللي نحكيوا عليها اليوم الحاجة اللي ممكن مارفيل نجم نقول من أقوى الشخصيات في مارفيل اللي نتعرفوا الشركة متاع الإنتاج متاع الشخصيات الخيالية. نحكيوا اليوم على سبايدر مان اللي باش نحكيوا اليوم على جو اللي هي موجودة على PS4 اللي باش تخرج إن شاء الله في 2018. البوند أنونس أوفيسيال مقسمة على اثنين نلقاها من عند سوني بيان سور في دقيقة ونص ونلقاها 8 دقائق كاملة بالنسبة للإي 3 المعرض هذايا. اللعبة اللي باش نلقاوها اليوم واللي يحكيوا على الجيم بلاي اللي هو معناها كما نقولوا لمحة هكا يشوقوا في اللعبات باش نجم تلعب الجو هذايا. دونك ثم برشا موديفيكاسيون من ناحية الجرافيك نلقاو أنه اليوم سبايدر مان في جو مع طائر هليكوبتر وبنية تحتية نتاع مدينة نيويورك هي الديكور نتاع الجو هذايا. دونك اليوم نجمو نحكيو على انه سوني بتاتر تعمل ثوره في لي جو فيديو خاصه مع اترافير اللعبه نتاع سبايدر مان الجديده اللي باش تلقاوها في البلاي ستيشن 4. نذكروا انه البوند انونس على اليوتيوب شافوها تقريبا 5 ملايين شخص او 5 ملايين فيو في اقل من 24 ساعه. اكثر تفاصيل تلقاوها على موقع twitek.com تنجموا تراجعوا على السيت ويب نتاعنا www.kabradio.in والا على page فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام باش عاودوا تتفرجوا في الفيديو اللي صورها لكم سابرا. الكلمة ليك.